ازيكم، انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم. النهارده بقى نعمل حظاظه سهله جدا، مش تاخد مننا وقت خالص، ورقيقه كده وسريعه كمان. هستخدم بيها سلسله زي دي كده، سلسله عريضه شويه، ممكن لو عندكم ارفع شويه عادي برضو، بس يعني تكون الفتحات بتاعتها واسعه عشان نعرف ندخل فيها خيط. واستخدم الخيط التركي اللي هو زي ده، هتلاقوا فيديوهات كتير جدا استخدمت فيها الخيط التركي ده، هتظهر لكم في الدايرة البيضة حرف الاي اللي على الفيديو هنا ده، وهتلاقوا كمان فيديو عن كل انواع الخيوط اللي بستخدمها في الحظاظات برضو هيظهر لكم في الدايرة البيضة او حرف الاي فوق الفيديو هنا. قدامي هنا كده 20 خيط، الوان مختلفة، عايزين بقى تعملوهم لون واحد، عايزين تعملوا لونين مع بعض، براحتكم يعني، كل واحد حسب ما بيفضل. طول الخيوط دول يعني من حوالي 60-80 كده سنتي، ممكن متر لو هتعملوا ضفيرة طويلة عادي خالص، يعني من 60 لحد متر، يعني برضو ايه براحتكم، بس انا هستخدم هنا هنقول 80 سنتي 80 سنتيمتر. تمام، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب كده طرف السلسلة اهو، هجيب واحد بس من تحت كده، هحاول اثبتها هنا شويه علشان بس اعرف اشتغل عليها، وهجيب بقى الطرف هنا. اهم حاجه نساوي بقى الاطراف كويس علشان ما يبقاش في عندنا حاجات طويله وحاجات قصيره. بعد ما بنساويهم كده على الاخر، هتني كده حته، شايفين حته كده بس هتنيها، وهروح عامله ايه بعد ما اتني كده، خليها كده، امسكها كده والف كده، ابرم شويه علشان لما اجي ادخلها في الحلقه من تحت يدخلوا على طول، ما يبقاش في خيط دخل وخيط تاني ما دخلش. تمام، يبقى انا كده تنيت وبرمتهم كده جامد علشان بس ايه يدخلوا معايا على طول وما يزهقونيش. بصوا خلاص، بعد ما دخلتهم هروح اعدل الطرف ده عادي جدا، وابتدي بقى اعمل ضفيره عاديه خالص. بصوا بقى، هنبتدي نقسم كده الالوان برضو عشوائي، يعني مش شرط يكون تقسيم محدد، يعني براحتنا بقى، هي كده كده ضفيرة وكده كده الالوان كلها هتدخل في بعضها، ان احنا زي ما انتم شايفين احنا مختارين الوان كتير متنوعة يعني، فعادي يعني مش تفرق قوي. وهنبتدي بقى نعمل ضفيرة عادية خالص اهو، هاجي كده نفضل كده ماشيين رايحين جايين بالضفيرة عادي خالص لحد الاخر، ولحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه. يعني احنا عايزين نعمل كده نص الايد من هنا ضفيرة والنص التاني يبقى سلسلة، فهنمشي كده واحدة واحدة وبالراحة خالص لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عاوزينه. يعني بصوا كده حجمها هيبقى كويس على قد الايد من هنا، هنقص بقى يعني بصوا اهي، هتبقى كده اهي من النص ده، شايفين؟ هبتدي بقى اقص كده الاطراف من تحت. طبعا الجزء اللي متبقي من الخيط ده اكيد مش هنرميه، يعني انتوا عارفين ان احنا ايه مش بنرمي حاجه، احنا استخدمنا بواقي الخيوط في فيديو قبل كده في حظاظه حلوه جدا هتظهر لكم في حرف الاي او الدايره البيضه فوق الفيديو هنا، شوفوا احنا بنعمل ايه ببواقي الخيوط اللي بتطلع معانا، مش بنرميها خالص يعني. طبعا كده قصيت الاطراف، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ممكن اقص حته بسيطه كمان وهجيب الولاعة وهلسعهم كده من تحت، لازم نلسعهم كويس من تحت. وهروح بقى جايبة قفل زي ده كده، بصوا علشان الخيوط هنا كتير فهتبقى مضايقانا واحنا بنحط القفل عليها، فكل ما نلاقي كده نفضل نلسع بالولاعة علشان يضموا على بعض كويس جدا، علشان لما نحط القفل نحطه كده بسهولة وما يزهقناش. انتوا شايفين عدد الخيوط كتير، احنا اول مرة نعمل العدد ده مع قفل، فيبقى هيضايقنا شوية، بس ايه ممكن بقى تقللوا في عدد الخيوط لو انتم مش عايزين الضفيرة تبقى تخينة شوية، يعني براحتكم، دي حاجة ايه كل واحد حسب ما بيفضل. هضغط الاول طبعا مرة براحة زي ما احنا متعودين، نخلي القفل ياخد وضعه بس، والمرة التانية بقى ايه هنضغط جامد شوية.
والخيوط اللي طالعة من الجناب دي هنبتدي نزقها بالمقص كده لجوه اهو، ونضغط ضغطة بسيطة كده بعد ما بنزقها، فبقى شكلها بقى جميل جدا ازاي لما حطينا القف. هبتدي بقى اقيس برضو جزء السلسلة التاني لحد النهاية كده زي ما انتوا شايفين، لحد نص الايد من تحت، واشيل برضو بقية السلسلة دي احنا مش عايزينها. بصوا بقى كده هيبقى الشكل على الايد مظبوط. هجيب لها بقى حلقة كده هدخلها في القفل من هنا اهي، نقفل بقى الحلقة كويس زي ما احنا متعودين عشان ما تفكش معانا خالص. هتلاقوا برضو فيديوهات كتير جدا استخدمت فيها الاقفال العريضة دي والحلقات، هتظهر لكم في حرف الاي او الدايرة البيضة فوق الفيديو. هجيب بقى حلقة تاني اهو، وهدخل فيها قفل زي ده كده من هنا، وهروح مدخلاها في السلسلة من تحت. بس خلوا بالكم بقى لما نيجي نظبط وندخل القفل في السلسلة نساوي السلسلة كده عشان ما تكونش معوجة كده على بعض، يعني نخليها كده سوا واحد، ونبتدي بقى نحط الحلقة والقفل بتاعنا اهو، وهقفل عليها بقى على طول اهو. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، نص الضفيره ونص السلسله والقفل اهي، شكلها جميله جدا ومختلفه جدا. وادي شكلها على الايد اهي، شايفين شكلها حلوه جدا ازاي، مختلفه جدا. ممكن بقى تلبسوها مره نص كده سلسله بس، مره نص ضفيره بس، يعني تغيروا كده. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب او اشتراك، وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم.